السلام عليكم وزول فلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في جديد اخبار شبيبة القبائل. نشارك معكم في هذه القناة، يعني قناة جي اس كا اخبار تي في وكذلك جي اس كا اخبار، التي دائما ما توافيكم بكل ما هو حصري. يعني رسميا المهاجم الدولي البوركينابي الشيخ جبريل واترا يوقع عقدا لمدة موسمين في شبيبة القبائل، وجماهير شبيبة القبائل مستاء جدا يعني من هذه الصفقة. يعني حسب الإحصائيات، إحصائيات غير مفرحة بالنسبة لشبيبة القبائل، يعني الإحصائيات تاعو صراحة عيانة بزاف يعني. ونتمنى وإن شاء الله أنهم الصفقات القادمين يكونوا يعني صفقات رائعة، يعني كل الصفقات عجبوني إلا هذه الصفقة يعني تاع جبريل واتارا. نتمنى وإن شاء الله كل التوفيق لشبيبة القبائل، ونتمنى كذلك منكم أنتم أيضا كمحبين وعشاق شبيبة القبائل تعطيونا الآراء تاعكم في التعليقات، ولكن الرأي يكون فقط، يعني ماذا بينا إن شاء الله تكون الآراء كرويا. يعني بعض الناس اللي يدخلوا لنا مواضيع منا ومنا يخرجونا يعني إلى الموضوع تاع كرة القدم، نتمنى أنها تكون تعليقات كروية يعني تتحدث على كرة القدم. هل سيكون مفيد لشبيبة القبائل؟ هل سيتحسن رغم الإحصائيات الضعيفة هذه تاعو؟ وهل يوجد يعني حل بديل يعني؟ ونتمنى كل التوفيق للشبيبة. لايك على الفيديو، أبوني في القناة باش يوصلكم جديد.